الشعبي الولائي سيد مدير الجامعه كلهم باسمه وكلهم على حسب ما قوله. اذا معرفه بنفسي طالب رحماني محمد اشرف من كليه العلوم الاقتصاديه، عندي مشروع مبتكر الذي يندرج ضمن قطاع السياحه، اللي هو عباره عن تطبيق فيه مجموعه من الفنادق والشقق المفروشه عبر مستوى الولايه. ما يخفاش عليك سيد الوالي باللي ولايه عين تيموشنت عندها 26 فندق. دونك حنا هذا الصيف بدينا يعني مع بدايه جوان بالابليكاسيون دي دريباج في تيك توك الى اخره، كنت نخدم خدمه تقليديه. هنا في حيثيه يعني تاع الاجراء تاع التطبيق، ان شاء الله من ربي يعني نبدو بديه يعني مع الابليكاسيون. دونك السائح يدخل الابليكاسيون راح يبانوا له جميع الفنادق جميع الشقق، ويبغي يخير يعني لانس اللي عجباته ويريزيرفي فيها. بالنسبه يعني احنا دينا مقر عبر مستوى الجامعه، سيد المدير هو اللي مدانا الوطني لاشا. بدينا يعني بعض الشواطئ كابوزيجارتي رجع الى اخره، بصح كي جيت بني صاب لاشارج بزاف دونك ما قدرتش، باسكو ديجا خدمت وحدي تما ما عنديش يعني واحد اخر يعاوني الى اخره. تقبل لي سيد الوالي يعني سيد مدير الجامعه مدينا مقر عبر مستوى الجامعه لمدة عام غير قابلة للتجديد، وأنا درت دوموند يعني من قبل برا على الجامعة، ولا هنا قالوا لي ما كانش، ولا أنا جبت يعني هنا كاين هذه دار تاع الشباب غير يعني ماشي مستغلينها. تفضل. قلت ما استغلهاش يعني وحدي كاع، نستغلوها إن شاء الله ماشي مشكل.